بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الحكيم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة، أحيانا أي واحد منا وهو يقرأ من آيات الله تعالى يجد آية أو آيتين أو أكثر يشعر أن له جذابا نحوها وأنه يجب أن يقف عندها وقفات طويلة وأن قلبه بالنسبة لهذه الآيات له دقات خاصة ونبضات معينة. بيشعر الإنسان كأنما أصابت الآيات مرماه، بدأ يتأثر، بدأ ينفعل، بدأ يوزن نفسه، بدأ يصرح مواقفه، بدأ يشعر بخطئه، بدأ يصلح إعوجاب نفسه نتيجة آية أو آيتين أو ثلاثة. أنا من صغري هذه الآيات بالذات أراها تأخذ بنفسي، لأن الحقيقة دائما الآيات بتتكلم مثلا حين تتكلم عن المؤمنين في الجانب الآخر تتكلم عن الكافرين. هذه الآيات تكلمت عن المؤمنين وفي الجانب الآخر لم تتكلم عن الكافرين باسم الكفر أو بوصف الكفر، لكن تكلمت الآية عن صفات. هذه الصفات الإنسان يراها في المسلم كما يراها في الكافر، يراها الآيات المقابلة لآيات الإيمان، يرى أن أكثرية الناس تعيش في هذه الأوصاف وهي مأخوذة بها. فالله تعالى حين يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الآية بتقول الناس الذين لا يخافون لقاء الله والذين مالوا إلى الدنيا وشغلوا بها عن الآخرة واطمأنوا إليها واستقروا فيها فأنهم لا يموتون ولا يبعثون ولا يحاسبون وكأن لا مصير إلى جنة ولا إلى نار. يعني هم بيعيشوا عيشة الغافل الله العابد
عبثا كاملا. طب قولوا لي خلاصة من في المسجد الآن، أليس أحيانا يقعون في هذه الأخطاء؟ يعني ما يتذكرش الآخرة ولا يخافها ويقع في الذنب بكل بساطة. هو يقع، امرأته تقع، بنته تقع، لا يراعي حق الله ولا يخشى لقاءه ولا يعمل حساب لموقفه بين يديه. أمال كل همه الدينار، الأولاد، الشهوات. حتى يصل بعضنا إلى درجة الشك في الله. يعني إيه؟ لما تقول له أخي أنت مشجوع على الدنيا كدليل، ما تحاسب شوية، أنت تجمعها بالحرام وبالغش وبالكذب وبالتدليس، ودايما وقت كل لها وليس لله شيء. حتى اللحظة اللي بتصلي فيها بتفكر في دنياك. لو أمسكت المصحف لتقرأ قرآن أصلك مشغول بحياتك المادية، يبقى روحك أظلمك وقلبك أغلق وحياتك الروحية، حياتك الربانية، حياة مقطوعة عن الله تعالى. الكلام ده بيكون غريب أحيانا، لكن أرجوكم إن كل واحد زي ما قلت لكم أنا يعمل له 10 دقائق في كل 24 ساعة، يجلس يذكر الله أو يمسك المصحف في الآيات المؤثرة ويحاول يستعرض صلته بالله وقوته في الإيمان وحبه لله وخوفه منه، ويستعرض موقفه بين يدي الله، ثم يستعرض أعماله التي يعملها. هل هو بيعمل من الآخرة صحيح؟ طيب احنا مدة الدنيا زي ما قلنا اشرب هتعيش 100 سنة، اعمل حسابك ان الآخرة كلها 1,000,000,000 سنة. طب انت عملت من 100 سنة قد ايه؟ تبقى محتاج تعمل من 1,000,000,000 سنة قد ايه؟ عشان كده لما ربنا بيقول لنا رضي بالحياة الدنيا، رضي بها عن ايه؟ يعني عن الآخرة. واطمأنوا بها، اطمأن لم يكن اطمأنوا إليها، إنما قال اطمأنوا بها. يعني إيه؟ يعني دخلت قلوبهم فملكت نفوسهم فصاروا بها، يعني بسببها مشغولين عن الله وعن الآخرة وعن أسباب السعادة. كلنا بنقول إن كلمة لا إله إلا الله بترقى إلى السماء وتكتب في سجل المؤمنين، والملائكة بتتحال عليها علشان تطلعها كل واحد عاوز يكتبها. إن كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي غراس الجنة، وأن الكلمة الطيبة صدقة، وأن تسبيحة واحدة خير من الدنيا وما فيها، وأن العمل الصالح ينفع نفسك وينفع ذريتك وينفع صحتك وينفع عقلك وينفع كل شيء في حياتك، وأن عمل السوء يذهب البركة من صحتك ويذهب البركة من تفكيرك ويذهب البركة من زوجتك ومن أولادك ومن مالك. تبقى بتجمع والعفريت بياخد، ما تعرف ما انت سلاح منين ولا منين. الكلام ده مؤمنين بيه. احنا ايمانا كما قلت ايمان وراثي، ايمان تقليدي،
لكن الإيمان العملي الانفعالي أن مذكور في الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله نزلت قلوبهم يعني خافت، فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. كم هم المؤمن المنفعل اللي بيعيش مع الله؟ ده سيدنا حنظلة زعلان زعلان وبيقابل أبو بكر يقول له: يا أبا بكر نافق حنظلة، حنظلة نافق يا أبا بكر، يكتب نفسه يكتب نفسه. قال لما؟ قال: نكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحدثنا ويكلمنا يعني في أمور الدين، فكأننا نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا خرجنا من عنده عاكسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني خالطنا الأزواج والأولاد والضيعات ليكون كل ما يتصل بأمور الدنيا يكسب هذا. إذن إحنا بالنافق يا أبا بكر. فأبو بكر قال له: أنا أرى نفسي كذلك يا حنظلة، تعال بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح وقال: يا رسول الله، نفس حنظلة تكلم، يا رسول الله نافق حنظلة. قال لنا: قال نكون معك فكأننا نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا ما خرجنا من عندك عاكسنا وخالطنا الأزواج والأولاد والضيعات. فالرسول عليه الصلاة والسلام شعر بالانفعال اللي بيعيش فيه حنظلة وبالصحوة الروحية القوية التي يعيشها حنظلة. حنظلة يريد أن يعيش مع الله دائما، لا يريد شيئا يقطعه عنه، ويشعر كأن ما يقطعه عن الله يعتبر نفاقا. وبذلك احنا بنعذر الرجل الذاكر الولي العابد الذي يقول: ولو خطرت لي في سواك إرادة يوما على قلبي حكمت بردتي. ما كنت غريب الرجل في كلامه، كأن الرجل بيقول: يا رب لو خطر بقلبي أحد سواك فشغلني عنه لشعرت كأنني ابتدت عن الدين وكفر. شعور من ده؟ شعور الصدق، شعور الإخلاص، شعور الوفاء والحب مع الله. وعشان كده بيكون المؤمن المحب لله سعيدا سعادة لا تقدر. احنا محتاجين لها، احنا بنعيش على الهامش، بنعيش بعيدين عن العمق، بنعيش على الكلام على الكلمات. احنا بنتاجر الكلام، بنتاجر بالكلام، بنبيعه وبنشتريه وبنقلبه عيش وبنظهره على الناس وبنحاول نراقي بيه وبنحاول نظهر ان احنا متدينين. لا، احنا غلطانين، احنا مقصرين، احنا نطمئن بالدنيا ونستقر بها وتقبلنا على الاخره في كل 24 ساعة على الاقل 23 ساعة، والساعة الواحدة اللي بناخدها صلاة نصها انشغال بالدنيا واحنا في الصلاة، يبقى ماذا بقي لربنا؟ عشان كده لما بيجي ننفذ اوامر الله بننفذها بتدافق، لما ربنا بينهانا عن شيء نفسنا ما بتستطيعش تنتهي وبنحاول ندلس ونكذب. يا اخي ما جعل عليكم في الدين من فرج؟ يا سيدنا ان الدين يخشي، يا عم خففها شويه خليها تمشي. سنينا نقول نخفف 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 حتى لم يبق من الدين شيء. ممكن المساله اخطر، الذين
نزل القرآن بمدحهم وهم الصحابة والصحابيات، والذين نزل جبريل ليبشرهم عذبوا في الله فصبروا، سرحت أجسامهم بالضرب فصبروا، أخذت أموالهم فصبروا، فصبروا، حرمت المرأة من زوجها وأولادها وأهليها فصبروا. هؤلاء رحيم ينزل جبريل عليه السلام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: بشر خبيثة بقصر في الجنة من قصب، من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني من لؤلؤ وجواهر. بشر خبيثة كده نازل مخصوص من عند الله عشان يبشرها. خديجة عملت ايه؟ اول امرأة اسلمت، اعطت اموالها للرسول يصرفها في سبيل دعوة الله، وهي اموالها الخاصة. ما قالت له يوما اين الدينار ولا اين الدرهم ولا كيف انفقت ولا كيف صرفت. من الست بخناقة مع ملك معركة عشان جاب واحد بيت، ما عملتش معركة علشان طلع ارسال في سبيل الله عشان صارت يده سخية كريمة، ما عملتش معركة لان الراجل بدل ما كان بيسر ويعرضب وينفق في الحرام وعلى المعاصي صار ينفق في سبيل الله عسر ما كان ينفق في سبيل الشيطان. زي المرأة بتاعتنا النهاردة، فلما ينفق في سبيل الله تعمل مخناء او تبقى نكد، ولما ينفق في سبيل الشيطان تبتدي تترباه وتحاول تجذبه للبيت على سن بالليل يعني بالحكمة. خبيثة ضحت بكل شيء، حائصة. يجي جبريل يقول لها ايه؟ يقول لي: يا رسول الله، يا محمد، قل لعائشة ربك يقرئك السلام. الله أكبر. قل لعائشة ربك يقرئك السلام، يعني دي نعمة لا تقال بسهولة. فتقول عائشة: ربي هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام. يستاهل. السيدة فاطمة بنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تمرض مرض الموت ويخرج علي لبعض حاجته، كانت مريضة، فتقول لخادمتها: اكنسي البيت ورسيه وفرسيه الوسط، افرسي فرشة الوسط، وهاتيه ماء اغتسل به، اغتسل به. ففعلت الخادمة فاغتسلت وجاءت بثوب فتلثلثت به، وجاءت بطيب فتطيبت، ثم اتجهت الى القبلة وتمجدت وقالت لها: اني انا مفارقتكم الى الله، فاذا جاء علي فاخبريه انني قد غسلت نفسي وطيبتها فلا ينكسفن احد علي بعد موت. ثم تنام وتموت. عارفين مثلاً أي مين دول؟ دي أرواح في الأرض متصلة بالسماء. سيدنا سلمان الفارسي عاش يمكن أكثر من 200 سنة،
مرضه الأخير جاء الناس يعودون، فقال لهم الآن تخرجوا من داري لأن ضيوفا من قبل ربي ستزورني. ثم قال لخادمه اكنس الدار ورثها وهات جرابا من المسك فانفضه في أرض هذه الدار عشان يطيب الدار كلها، وبعد كده تطيب ولبس كفنه وتمدد إلى القبلة، ثم قال للخادم افتح الأبواب الأربعة فإن ملائكة ربي آتون لقبض روحي ولا أدري من أي باب يدخلون، ثم اخرج عني. فخرج الخادم بعد أن فتح الأبواب وتمدد سلمان الفارسي إلى القبلة، فبعد قليل دخل الخادم وجد سلمان مغمض العينين مقتل الفم ممددا إلى القبلة في أحسن وضع والرائحة الطيبة تنتشر منه. ايه دولة كانوا بيعملوا ايه؟ عرفوا الله ولم تشغلهم الدنيا عن عبادته، وجاهدوا في سبيل الله وضحوا في سبيل الله بكل ما ملكت نفوسهم، بل ضحوا بانفسهم. اذا الصورة الايمانية اللي احنا بنعيش عليها صورة هزيلة، لذلك لم ترتفع بنا الى مستوى الصدق في الايمان ولا الى مستوى الخوف الحقيقي من الله ولا الى مستوى الحب الذي يدفعنا لعبادة الله والبحث عن ما يرضيه مهما كلفنا ذلك. فالذي يعرف حب الله لا يشغله اي شيء ولو جاءت الدنيا كلها وكل من فيها ليصرفه عن عبادة ربه وعن معرفة الله وعن العمل بالدين ما استطاع أبدا. ولذلك من الرسالة عمك تحريك شعور أو كركور بيصل الزبيبة طلع والست في البيت بتقابل الجيران وابن الجيران وابن خالها وابن عمتها وابن خالتها والأزرع كلها مكشوفة والساق والصدر والشعر والرقبة، وراح صاحبنا ده بيصلي لمين؟ بيصلي ربنا؟ مش معقول يا ناس ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصلاة دي لم تؤثر فيه ان قلبه حجر اصم. مين وطالع ويمكن عامل داعية كمان بيدعو الى الله ما يسوق؟ يقولنا بالقرآن قالها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون، يعني لا تجد مؤمنين صادقين يحبون من حاد الله ورسوله، يعني من عاد الله ورسوله يعني من عصاه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ليه؟ المؤمنين دول من النوع المنفوذ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أمال الناس الحلم انسيسي والناس البهلة انسيسي والناس اللي تلتمى في المسجد ملهاش آخر وبره كل مطيم، يبقوا ايه؟ يبقى لربنا كتب في قلوبهم الإيمان ولا أيدهم بروح منه. والحديث يقول وهل الدين إلا الحب والبغض؟ يعني الحب في الله والبغض في الله؟ فهنا لما تكون ضد بتبقى عكس ربنا، كيف اطيع امام نوهية قدرة او امام نوهية السرير؟ مش ممكن.
وأنا أحب ربي وهي تعصيه، وأنا أرضي ربي وهي تغضبه، وأنا أسأله الرحمة وهي تستنزل اللعنة. المسألة إذن جد خطيرة، والإيمان في الصدق، والحقيقة إيمان فعال، والإيمان الذي لا يؤثر ليس إيمان صدق ولا إيمان حقيقة، إنما هو إيمان تقليد وجدل وكذب، مثل إيمان الأمة المتمكنة كلها النهاردة بتحارب ربنا وبتعلنه بتعلم بالمعاصي ولا بالجنة. إذن يجب وإحنا في بداية العام نحدد موقفنا بالضبط من المعالم الإسلامية. إيمان يعني إيه؟ إسلام يعني إيه؟ عمل بالدين يعني إيه؟ نفاق يعني إيه؟ فسق يعني إيه؟ فسق يعني إيه؟ فسق يعني مصر على صغير أو بترتكب كبير. إحنا حالتنا عجب وأمرنا سيئة ونسأل الله خير. نخش بقى على الماء جانب المال بقى. الجانب المالي كنا اتكلمنا وقفنا عند موضوع جديد، قلنا عايزين نتعلم احنا بنبيع ونشتري دلوقتي بالسوق، وكل واحد منا لما بيطلع يبيع ويشتري بيدعي انه خاطر وانه ما بيغلبش ابدا الى اخر. فنيجي نشوف البيع والشراء هي معاملة مالية موجودة بين الناس، بين المسلم والمسلم، وبين المسلم والكافر، وبين الكافر والكافر. البيع علماء الإسلام لما يجوا يتكلموا فيه كيف الرزانة والعقل والفطر بيتكلم منين؟ من الكتاب والسنة. فيجي العالم يقول اولا ايه معنى البيع؟ البيع مبادلة مال بمال، يعني انا بديك مال وانت تديني مال. المال اللي معايا ده منير، والمال اللي عندك انت مثلا عنب او خضار او ضياع دور او عمارات او سيارات مثلا، او كل اسم مال. فانا ببادل بمال معايا من نوع معين، واخد منك مال من نوع معين. طيب البيع ده مبادلة المال بالمال ده مشروع ولا ممنوع شرعا؟ قال لك لا مشروع. مشروع بإيه؟ قال لك بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لأن لو كان غير مشروع يبقى يحكم عليه. مشروع بالكتاب لقوله تعالى وأحل الله البيع، مشروع بالسنة لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب، يعني ما هو احسن كسب مال نكتسبه، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال عمل المرء بيده وكل بيع مبرور. البيع المبرور داخل في الكسب الطيب. طب وما هو البيع المبرور؟ هو البيع الذي لا يخالف الشرع في اي شيء. فإذا خالفت الشرع في البيع يبقى البيع ليس مبرورا، والمال المترتب عليه يبقى حرام، وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. مفهوم ولا ليس مفهوما؟ والرسول عليه الصلاة والسلام من أجل كده هرب، خد بالك، هرب على المسلمين
أن يتعلموا أمور المال. أمور المال فرض تعلمها مثل فرض الصلاة والصوم والزكاة والحج. طب أمور المال إحنا بنشتغل بها أكثر ولا بالصلاة أكثر؟ بأمور المال أكثر. شوف أنت بتطلع الصبح، بتطلع من الساعة 6 ترجع الساعة 1 أو 12 وترجع تاني مثلا الساعة 4 تيجي الساعة 8 أو 9 بالليل. كنت فين؟ كنت بتسعى من أجل الحصول على المال. ولما وانت هناك بتروح تصلي، نقوم احنا نيجي للصلاة ونطلع فيها الكتب وندرس فيها ونزل نفسنا، والمال اللي طول النهار حاطين ايدينا فيه ما نعرفش ولا حكم من احكامه، تبقى غلطة. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول طلب الحلال، يعني مال الحلال فريضة على كل مسلم. طلب الحلال، طيب انا الكون اطلب الحلال اطلبه ازاي؟ كيف اعرف انه حلال؟ لابد من ان اتعلم الحلال والحرام، يبقى لابد من هذا. طيب يا سيدي، البيع بقى ده زي ما بيقولوا عليه زي ما بيقولوا عليه، هو عبارة عن ايه في الناحية الشرعية؟ العبارة عن ايجاب وقبول. احفظ الكلمة دي، كل عقد بين انسان وانسان يحتاج لكلمة ايجاب وقبول. ايجاب يعني ايه؟ الكلمة الاولانية واحنا بنبيع ونشتري اسمها ايجاب، يعني لما اجي اقول لك شوف يا اخانا يا محمد يا ابراهيم يا سيد احمد انا عايز اشتري منك السياره دي ب 500 دينار، ده اسمه ايجاب لان انا بدات الاول. انت قل لا السيارة دي او قلت انا رضيت ب 500 دينار، اسمك هنا قبلت. اي عقد لابد يحصل فيه الاثنين دول، حضرتك بتجوز بنتك لابد يحصل ايجاب وقبول، تقول له زوجتك بنتي ويقول لك قبلت، ويكون في اثنين شهود موجودين ويكون المهر احنا سرقناه او ما سرقناهوش ما يفسدش العقد. لو ما ذكرناش المهر خالص العقد لا يفسد، ويجب للمرأة مهر مثلها، نشوف اختها واخده كام يبقى يجب وهي تاخد زي اختها. لما تروح انت عشان تتاجر تستأجر حاجة، تستأجر قصة، لما تقول له اجر الراجل يقول لك الايجار دي انا كنت ماجرها ب 30 دينار لكن علشان السافر طلع انا باجرها ب 90 دينار، يعجبك خد، ما يعجبكش مع الف سلامه وفي امان الله. يا سيدي هتشرب بيتي بالعمليه دي ومال وما يتشرب؟ اما بيتك يتخرب وانا بيتي والبنك بتاعي يزيد يبقى كويس قوي، ولا لما واحد يعيش على اسماء الثاني؟ ما هو كل المسلمين كده دلوقتي، هو فيه مسلم بيساعد مسلم، ده كل مسلم بيضيف على مسلم، وما بتتعملش الا في وسط المتمسلمين، هم كلهم بيعملوا كده، الزعماء بيعملوا كده مع الشعب، والحكام الكبار بيعملوا كده مع الحكام الصغار، والشعب
الغني فيه بيعمل كده في الفقير، وخد عندك بقى والناس الطيبين بقى تعالى قابلني هم فيه. يبقى لما قال لك عبدالله ب90 حضرتك هرشت كده مرة واثنين وثلاثة على ما تذكر في المجانين، طب هو انت كل اللي بتقبضه 120 دينار؟ طب هو لما ياخد مثلا 90 وكمان 10 مية ومية بقوا 100، وكمان 10 مواصلات ليك انت والولاد في المدارس بقوا 110، وهتجيب ب10 جنانير خبز ويبقى ناكل بالتراب اللي موجود على باب البيت، وتمشي الحكاية وامرنا لله. اما الستة يبقى مدور لنا بقى في الزبالة على الكارتين ولا شالتين من جنوات تعاونية من الجسم، ولا نروح للجنة الذاكرة. يعني انت لو قلت له رافض يبقى انت ما قبلت، لو قلت له قبلت يبقى ده اسمه القبول. كل عكس موجود بإيجاب وقد فيه سرقة. السرقة بتقول له تاريخي انت تدفع 100 وانا ادفع 100 والعملية نصين، تقول له قبلت، يبقى هو كلام اسمه إيجاب وانت اسمك قبلت. ولابد بقى خد بالك انت بقى عشان تعرف الشرع ازاي حكيم وجميل وحلو، لابد الموافقة دي تكون في الجلسة. يعني ايه؟ حضرتك رحت وقفت امام اخونا اللي بيبيع البرتقال، قلت له كام الصندوق؟ قال لك صندوق ب2 دينار. قلت له بدنار ونص. قال لك اقول لك خذ ب2 ولا ربع. قلت له لا مش واضح، وخدت نفسك وطلعت خلاص. او ما قلتش وسكت، سكت خالص، وخدت نفسك ورحت لفيت لقيت محدش بيبيع اقل من 2 دينار. فقمت ترجع تقول له يا اخونا انت بعت لي ب2 ولا ربع؟ يقول لك ب2 دينار بس. انت قايل لي الا ربع؟ يقول لك الكلام ده انت واقف معايا ما دام سرقتني يبقى الكلام اللي موجود بيننا وبين بعضنا يبقى محل انا غير ملزم به امام الله. لكن لو انت قلت له انا واثق وانت واقف معاه قلت له وثقت على 2 ولا ربع، وخليه عندك لما لف ورحت لفيت وعلى ما جيت قال لك انا ما اديهولكش الا ب2، يبقى غلطان. ولو كنت شهود على طول تستدعى لي تاخد منه الصندوق غصبا عنه. الكلام ده مع صندوق البرتقال بيكون سهل، لكن ممكن الكلام ده برضه في السيارة بالتكلبة، في العمارة بالتكلبة، في بيع الأرض بالتكلبة. لو رحت حتى في السير القطار أو الترماي أو تشتري سيارة برضه بالتكلبة. يبقى لابد القبول يكون في الجلسة اللي فيها الكلام عن البيع. لو فرقت بعض يبقى خلاص الكلام بعد المفارقة يبقى الحل. واضح الكلام ده؟ ان مستاهل حاجة يقول ما مستاهل. يبقى اذا البيع او الاجارة او السرقة او الجواز هو عبارة عن ايجاب وقبول. اقول لك نقطة حلوة. عندنا واحد عالم كان في كلية اصول الدين وحب يتجوز، هو طبعا فاهم الفقه كويس، فراح خطب بنت الحلال عقبال عندك واللي ما اتجوزتيش. وبعدين كل ما يخش عندهم وعقد العقد وكل حاجه، لا ما كانوش عقد العقد، فكل ما يروح الراجل شرعي وهو شرعي طبعا لا عارف يشوف حماته ولا عارف يشوف مراته، متضايق
والزواج في الغربة يختلف عن الزواج في القرية. في القرية كل الناس عارفة بعضها وتشوف البنت من صغرها وأخلاق كل بنت تلقاها منصورة في جميع البيوت. البنتين كثرة مثلا في التفصيل، الثانية كثرة في أعتقاه البيت في الطبيق ومش عارف ايه، الثالثة كثرة في المذاكرة ذكية، الرابعة دي عفريتة وجنية، الخامسة بطلعة هبلة وعبيطة. كل البنات معروفات، لكن في البندر بالشكل ده بتيجي تخطب بنت واحد عمرك لم تتوايا ولا تعرفت ولا في اختلاط ولا صلة، فتبقى المسألة مشكلة فتحتاج لابد إلى معرفة. هو عاوز يعني، فكانوا عاديين كده بعد ما قالوا أكلة حلوة. أما نسمع يا عم إبراهيم، قال له نعم، قال له ما تجوز لبنتك بقى. قال له جوزك يعني؟ قال له أنا كما كتبتها. قال له أنت ما تقول يا أخي جوزتها لك، إيه المانع ما تقوله؟ قال له تعرف تحفظ غلطة مين؟ قال لك العقد ده صحيح. ليه؟ قال لك ده اسمه بيع بالمعاطاة. المعاطاة يعني ايه؟ يعني احنا الاثنين ما نتكلمش ونبقى انا وانت فرص، عارف لفظ؟ وانا اسلمك الربع دينار وانت تسلمني الخبز، ياخد الخبز وتنماسي وانت تحط الربع دينار في البنك، يعني في الدرج. فذلك الرجل بتاع الصحف، انا باخد الرأي العام وادينه 50 سلف، باخد 50 سلف ويضعها عندي. اسمها معاطاة، يعني انت تعطيه وهو يعطيه. الله يعطيك العافية كلكم. السبب اللي ايه؟ طيب هل البيع بالمعاطاة دي جائز ام باطل؟ قال لك حسب العرف يجوز البيع بالمعاطاة في الأشياء التافهة اللي الناس اتعودت عليها، وإن لما تعطيه الفلوس وتاخد منه الجريدة أو تاخد الخبز فهو ده، لأن فيه عرف موجود والناس فهمات الإعطاء يساوي كلمة إعطيني، يقول لك بـ50 تقول له قابلت وتديني الفلوس وتاخد منه الخبز او تاخد الجرنان. يبقى الاعطاء يكفي عن ايه؟ الكلام في الاشياء الكبيرة ولا الصغيرة؟ الصغيرة. يعني مثلا مش معقول لو حضرتك هتبيع السيارة او ما انا سكيتي كده اخد نفسي واروح امدلك 500 دينار، تقوم انت تاخد مني 500 دينار وكانك ماشي وانا اخد المفتاح السوق واروح راكب السيارة وكان لا ما تنفع. البيع ده يعتبر غلط. ليه؟ قال لك لابد من الإجابة الكبيرة. ان احنا نتكلم تبيعني ايوه، طيب اشتري بكذا تقول قابلت او رفضت لغاية ما نوصل للثمن، وبعدين انت تقول قابلت. بعد كده يسن امرين مش واجب، ان يكون فيه شهود، ويسن ان احنا نكتب عقد بالمبايع. واضح الكلام ده؟ نكتب عقد بالمبايع علشان يشهدوا عليه الشهود. واذا كان الامر خطير لا يثبت الا بالشهود عند الدولة يصبح الشهود والدين، يجب نجيب شهود. افهم الكلام ده؟ في حاجة مش مفهومة؟ يبقى البيع بالإيجاب والقبول، والزواج بالإيجاب والقبول، والشركة بالإيجاب والقبول، والإيجار بالإيجاب والقبول. وعرفنا إيجاب والقبول ايه؟ يعني تقول له اعطني بكذا يقول لك قبل. ويجوز بالمعاطاة في الأشياء الخطيرة. وضحت؟ وضح. فبفرض إن في واحد آخر، يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ يجوز.
بالإثارة. إذا كنت تفهم إثارته وهو يفهم إثارته، ما بتفهموش بعض يبقى ما ينفعش البيع، يبقى الأقرب تجيب معاه ترجمان عشان يترجم الإثارات بتاعته. طيب افرض ان انت هنا ولك اخ او صديق في الاردن وانت عاوز تشتري منه البيت بتاعه، فارسلت قلت له يا فلان، ارسلت مكتوب او ارسلت رسول شخص، قلت له يا فلان اخوك محمد بيقول لك بعني البيت ده ب1000 دينار، ده البيع بالمراسلة المكاتبة يعني بالكتاب، او البيع عن طريق رسول يعني شخص، شخص راح يقول له كده، يبقى ده البيع عن هذه الطريقة صحيح وجائز. بس في الصرف ايه هو؟ عند ما يوصل المكتوب في الجلسة اللي وصل فيها المكتوب عليه ان هو يحدد يقول قبل او رفض. فان انتهت الجلسة دي ولم يقل شيئا وجه بعد كده يقول انا قبلت البيع ليه ما بعتليش الفلوس، نقول له لا، انت لم تقبل البيع في المجلس اللي وصل فيه المكتوب الجواب، ولم تقبل البيع في المجلس اللي وصل فيه الرسول بتاعي. فاذا لم تقبل في هذه الجلسة اللي وصل فيها المكتوب او الرسول يبقى البيع لم ينعقد، وانا ليس علي ان انا ابعت لك حاجة والثمن ما يلزمني. فهمنا الكلام ده؟ فاهمينه؟ لما نبقى نبعت جواب، احنا لما بنبيع لبعض البيع بيتم في الجلسة اللي احنا فيها، لو اتفرقنا وما تمش البيع يبقى ما فيش بيع. طب لما ابعت لمكتوب يبقى المكتوب مكاني انا، الجلسة اللي يوصل فيها المكتوب يبقى المكتوب كأني انا وصلت، ان وافق في الجلسة يبقى تم البيع، ما وافقش يبقى انا تم البيع. كذلك لو ارسلت رسول يبقى بالشكل ده. طيب في بيع اسم واحد فضولي بيبيع، ازاي الفضولي ده بقى؟ كمنهم كتير قوي. يعني مثلا انت لك اخ او صديق متعثر فيك وشايفك عندك سيارتين، سيارة راكبها وسيارة عاوز تبيعها، لكن انت ما وكلتش صديقك تبيعها. فجه واحد يشتري، شاف السيارة وانت غير موجود، فلما شافها قال السيارة دي زين، فصديقك قال له وصاحبها بيبيعها كمان، قال لي يعني اشتريها؟ قال لي اتفضل اشتري، قال له ب200 ب300 400 وقف الموضوع عند كده. فالصديق ده قال له بعتلك ب400، ده اسمه ايه؟ فضولي. فضولي يعني ايه؟ يعني دخل نفسه في شيء محدش ادخله فيه. هل وممكن صديقك يشتري لك برضه، تروح البيت يقول لك انا شاري لك النهارده صندوق بندوره، انا عارف انكم عايزين، صحيح انت ما قلتليش، انت ما انتش ملزم باخذ الصندوق، ان خدته يبقى تم البيع لك ويبقى انتقل منه اليك، واذا لم تاخذ يبقى البيع انت مش ملزم بيه. كذلك السيارة، هو باع ب400 وجه قال لك يا صديقي انا وجدت لك بيع زين
التجارة ما كانت تساوي أكثر من 300، أنا بحتالك بربع مئة دينار. صحيح؟ وانتبه معايا، إمتى في الوقت ده تبقى لك الحق إنك ترفض ولا يلزمك شيء، أو تقبل ويبقى البيع لزمك؟ في الجلسة اللي وصلت فيها الفضول ده، إذا لو واحد باع للإنسان واشترى من غير علمه يتوقف على رضا صاحب الحق، إن وافق نفذ البيع أو اشترى، ما صدقي لا ينفذ. مفهومة دي؟ ما يقولش ده فيها حرج، ما يقولش ازاي ده انا لازمتني وخلاص، لا، ما دام انت ما وكلتوش يبيع او يشتري يبقى انت غير ملزم. شوف حصل مع الرسول عليه الصلاه والسلام انه ارسل صحابي يشتري له شاه من اضحيه واعطاه دينارا. الصحابي سافر فراح اشترى شاتين بدينار. هو اين يشتري شهوة؟ اشترى شاتين اثنين بدينار، وبعد ما اشتراها باع واحدة منهم بدينار ثاني، وخد الدينار والشاه ووصله للنبي عليه الصلاة والسلام. قال شفت بقى يا رسول الله قد ايه انا سافر، انت جبت لي دينار اشتري لك اضحية، انا جبت لك دينار واضحية، ادي الدينار اللي اعطتهولي وادي الاضحية. قال له ماذا فعلت؟ قال له فعلت كذا وكذا. الشغل اللي عمله ده اللي هو اشترى اثنين بدل واحدة، وبعدين بيع واحدة وابقاء واحدة، اسمه شغل واحد فضولي، موقوف على إجازة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الرسول وافق تمت الحكاية، إذا لم يوافق يقول له روح أنت حر. حصلت العملية دي مع حكيم بن حزام ضرب، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا يشتري بيه أضحية، فاشترى أضحية، بعد ما اشتراها باعها هي لوحدها بدينارين اثنين، وراح شارب بدينار اضحيه وخد الثاني وروح للنبي عليه الصلاه والسلام. فالرسول عليه الصلاه والسلام جعل كما جعل الرجل السابق، يبقى بيع الفضول عرفناه ان انت ما وكلتوش، يبقى ان شئت نفذت وان شئت لم تنفذ. كذلك لو واحد اتجوز جوزك، واحد جوزك بدون ما تعرف، بيتوقف الامر عليك انت، ان وافقت نزقت فيك البيت وعليك تدفع المهر وما يترتب على ذلك من غم، وان لم توافق يبقى المساله يرجع صاحبنا بقى البيت تاخد رقبته هي تخلص عليك. الله يوفقك. سلم الله بيقول تصرف القبول ده شرعا جائز ولا ممنوع شرعا؟ يعني حرام عليك؟ لا، هو جائز، لانه هو ما بينجرش حد، هو لو ما بيشتكي فيه هو اللي بينجد فيها، فتوحر يعني جائز، ما يعتبرش ممنوع شرعا. الثالث الاسئله بنقول هنا، واحد يقول توفي ابواي واريد ان احج عنهما، هل يجوز ان اتفق مع واحد واعطيه ما يريد ليحج عن ابي؟ وما شروط ذلك؟ وهل لابد ان يكون من بلدة ابي ام ممكن ان يكون من المدينة او مكة؟ شوف، اولا كل واحد يحج عن ابوه ايوه جائز، تتفق معاه جائز، الشرط اللي بيقولوا اكثر الفقهاء ان اللي هيحج عن ابوك يكون حج عن نفسه، لا يشترط عند بعض الفقهاء ان يخرج من البلدة اللي كان ابوك فيها، لا يشترط هذا، انما يشترط
انه يكون من خارج الحرم، يعني انت من المدينة وانت ناس ممكن قبل ابار علي يبتدي يكون انت الشخص ده حضرته واستعد ويبتدي من هنا يروح. اما استجار من الناس عشان يطلع يعمل احرام ويجي فاكثر الفقهاء لا يجيزه اطلاقا. بعدين بيقول بالنسبه للبائع اللي باع السياره من دون علم اللي هو القبول، اذا لم يوافق الملزم بارجاع السعر طبعا، هو لما باعها لا يستطيع ان ينقلها الا بعد انت ما توافق على البيع، يعني لا يجوز نقلها الى ملكيه الشخص الاخر ولا تصرف الشخص الاخر فيها الا بعد ما وقفت، لان البيع لم يتم. وما دام البيع ما تمش، هو باع السياره لكن انت لسه ما وقفتش، البيع لسه ما تم. البيع امتى يتم؟ بمجرد انت ما توافق خلاص. يبقى في الوقت ده صارت السياره للشخص اللي اشتراها وانت لك حق الثمن، يبقى الشخص له انه في الوقت ده يجوز يتكلم السياره، لكن قبل ما توافق انت والبيع لم يتم يبقى لا يجوز ان يتكلم السياره لانها ليست ملكا له. واضح الفكر الكلام ده؟ واحد بيقول السؤال ده مش قادر افهم، مش قادر اقرا، عارف حد يعرف القران؟ ما راي الدين بالنسبه لمصافحه المراه لرجل اجنبي او احد اقربائها؟ وهل يجوز مصافحه الرجل للمراه وتضع ويضع على يده منديل او عباءه او شيء اخر؟ اهو ده وضع سليم. يعني اذا اي رجل اراد ان يصافح امراه ووضع بين كفه وكفها حائلا اي شيء، خلاص المصافحه جايزه باجماع المسلمين على طول بالنسبه لها كمصافحه ما فيها اي شيء. اما مصافحه يد على يد بدون حائل فأكثر الفقهاء يعتبرها حرام، وقليل منهم من أجازها. واحد بيقول يعني أنا طالع مع أي حملة؟ لا أنا من الصالع السنادي خالص ولا الجماعة اللي معانا، لأن احنا سألنا عن الشروط وجدنا اللي بيسافر في السيارة أرحم من اللي بيسافر في السيارة، والشروط اذا كنت كويتي ما فيش صعوبة، ما انتش كويتي يبقى لابد تدفع على الاقل في حدود بتاع 250 دينار. طب خمسين احنا كنا بنحب كلها 70 دينار. طب مين العملية دي؟ ما لغاية دلوقتي اللي واضح قدامنا هو كل ده. يا جماعة كويتيين ما تدونا جنسية لغاية ما نحب ونرجع، جنسية لله. لله حتى السعودية فرقت بين المسلم والمسلم. انت قرايبكم ما احنا قرايبهم برضه، مش انما المؤمنون اخوة في بلد واحد ومكان واحد، ده يطلع يحج ما فيش مشكلة والثاني يطلع يحج يطير البيت، يعني عملية ما يرضاهاش ربنا، يعني يبقى كلنا زي بعض، الناس سواسيتهم كأسنان المسلم. مين اللي عمل الكلام ده؟ بلاش نحج، يعني هو ضروري امرأة مقطوعة من القرايب، يعني ملهاش قرايب خالص ومقيمة عند ناس محسنين وهي في سن الشيخوخة ولم تعرف الذين حولها وتخربت، فهل يدفع عنها فدية عن صيام رمضان؟ مين اللي هيرفع؟ إذا كانت هي بتلخبط وبتخربط ليس عليها صيام. امرأة هرمة لا تستطيع الصيام يبقى ليس عليها صيام، وبما أنها عاجزة عن الفدية ليس عليها فدية.
يبقى انت مش مكلف تعمل اي حاجه لان ربنا ارحم بها منك ومني ومن كل الناس. ما هي الصدقه الجاريه التي يعملها الشخص الغني صاحب الاموال الكثيره؟ الصدقه الجاريه ان نفعها يظل موجود بعد موت صاحبه او في حياته. يعني بنيت مسجد، المسجد ثم الناس بيصلي فيه يعتبر صدقه غاليه، انت بتاخد ثواب. عملت ثلاجه للناس تشرب منها بتاخد انت ثوابها طول ما هي موجوده. وقفت بيت او عماره، وقفت عماره خدوا بالكم الشغلانه، او عمارتين حد عايز يعملها ابدا على فقراء المسلمين الموجودين بالكويت من غير الكويتين. مرغروبة عانت شوية بقى عانت من غير الكويتين، اعملوها بقى من غير الكويتين. طبعا ما حدش هيقفها الا كويتي، فيبقى عايزين واحد كويتي يوقف لغير الكويتين عشان نقول اه واحد عملها. فيبقى الصدقة الجارية العمارة كصدقة موقوفة من فقراء والمساكين بالنسبة للمساكين بلد معين، ثم العمارة تدر ربحا ينتفع به الفقراء فالثواب جار على الميت الذي بنى هذه العمارة وتصدق بها. هذا معنى الصدقة الجارية. ربنا يوفقنا جميعا. واحد بيقول لي مال في البنك واخذ فايده واريد احج، فماذا اعمل علما بانه ده ايه مال البنك موجود في البنك من مده طويله؟ اولا ما يجوزش انك تحج من مال ربوي، يعني من الفوائد. ثانيا كل فائده اخذتها يجب تطلعها من مالك وتطهر مالك من الفوائد. طب تطلعها توديها فين؟ تجيبها لجنه الزكاه تعطيها للفقراء والمساكين، مع علمك تماما انك لم تاخذ عليها ولا حسنه، بس هيطهروا بها مالك. مالك يطهر من النجاسه اللي هي فيه، وبالتالي المال الباقي يبقى مال حلال، يبقى تطلع تحج منه وربنا يبارك لك. واحد بيقول سمعنا بعض الاشخاص من الامام احمد بن حنبل من بعض الاشخاص ان راى ربه 99 مره لم يساله فيها عن شيء، في المره الاخيره المكمله للمئة سال عن افضل ما يتقرب به العبد الى ربه، فاجابه هي تلاوه القران. وبما اننا يعني هل هذه الرؤيه صحيحه؟ شوف من غير ما احمد بن حنبل ما يشوف رؤيته، ما الاحاديث الكثيره جدا بتبين لك ان افضل الذكر تلاوه كتاب الله، لانك بتاخد على الحرف الواحد 10 حسنات. بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا بتاخد عليها 190 حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. فالمسألة مش محتاجة يا ابني إلى الرؤية سواء كانت صحيحة أو غلط.